اهلا وسهلا والله نور بعده هيك يا بعده تفضلوا شرف شكرا كثير شكرا شكرا لك يا لا تؤاخذنا بس والله فرحان يلا يلا ضيوفك يلا ولك وكل اهل الطيعه بترحب فيكم زعفوا زعفوا يلا زعفوا شكرا اهلا وسهلا هاي الخانم هون اللي شايفينها بتكون الانسه زينب هي انسه المدرسه اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا والاخ هون بيكون دكتور الطيعه اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك وانا بكون ابوها لزينب شرفتونا اهلا وسهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا يا جماعه اذا بتريدوا اذا بتريدوا ما بتعرفوا ضيوفنا على مهلكم الله يرضى عليكم شايفين يا اساتذه كل اهل الطيعه هون جايين مشان يستقبلوكم عن جد انتم غاليين على قلوبنا ما بتصدقوا تعذبت لو وصلتوا لعنا نحن اسفين هذا واجبنا صعب علينا ناخذ اولاد ونجي لعنكم ما في مواصلات وبعدين الطريق مليان بالارهابيين اضطرينا نقدمها هون يعني بالرغم من كل المصاعب قدرتوا تعملوا مسرحية يعطيكم العافية متشوقة كتير لشوف مسرحية تركيا الموحدة فضل فضلوا 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 بعد هيك بعد هيك انتم يا شرف المسرحية هلا شرف 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 اهلا وسهلا تفضل تفضل يا تفضل يلا اهلا وسهلا تفضلوا وين رايح يلا تفضل شرف شرف تفضل استاذ علي علي شرف من هون ايه الصف الاول يلا اهلا وسهلا اهلين بيطلع بايدك تصلح لي مولدي ما هيك ايه طبعا دكتور يعني حاجتهم أهل الضيعة صار لهم 15 سنة بلا كهرباء من وقت ما تعطلت هالمولدة إن شاء الله خير تفضل تفضلوا لجوا أهلين شو عمي ما بدك فوت لجوا؟ إذا بتريد فوت شوف المسرحية يلا ابني ابني يا يا حبيبي دافع عن وطنك أرضك وترابك أحبابك دافع عن أرضك لا ترضى بالذل يا ابني واحميها لبلدك أملي شوفك رافع راسك لو باستشهادك يا ابني ما رح أطول أمي دعيلي روح قلبي وربي راضيانين عليك لازم تعرف إنه أنا مالي زعلانة روح يا ابني دافع عن وطنك عن إخواتك أبوك وجدك استشهدوا وهن عم يدافعوا عن أرضهم وإذا أنت كمان استشهدت أنا رح أفرح لأنك رح تكون بالجنة الله معك يا ابني الوطن عم يناديك لتدافع عنه يلا روح روح وأهم شيء إنك ما تخاف لأنك على حق وأعدائنا هن يلي على باطل قبل ما نروح اسمعونا شو بدنا نقول نحن بحاجة دعواتكم الله يوفقكم لا تنسونا من دعواتكم هالوطن أمانة برقبتنا ونحن لازم نعمره وندافع عنه وهذا الشيء واجب علينا كلياتنا مشان هيك لازم نتعاون لنحقق هالشي يعيش بالتكاتف والوحدة رح نقدر نحمي البلد مع بعض عبد الله حاضر سيدي انت قائد الكتيبة أمرك حضرة الجنرال هلوك روهاد مستعدين يلا وراي الله معكم يا أبطال الله معكم الله يوفقكم الله معكم يا هيك تمثيل يا أما بلا الله يحميك برافو يا بطل الله يخليك لأهلا يا هيك التمثيل يا أما بلا خاصة هي البنت الحلوة والله حلوة كتير مسيك يوسف مسيك لك من الصبح ما أكلت شي يسلموا إيديك عبد الله ما بدي كلوا أنتوا هلأ لازم واحد منا يضل قاعد عم بيحرس لحتى العدو ما يغافلنا نسيت إنه نحن على الجبهة لازم نضل صاحين وعيوننا ما تنام والله أنا فهمان عليك بس هيك ما بيجوز يعني أنت لازم تاكل لحتى تقدر تحارب أنا مقدر شجاعتك وخوفك على الوطن بس لازم تاكل مشان تقدر تواجههم إذا هجموا علينا يا أما رح نخسر لا عبد الله لا تقول هيك ما رح يقدروا يهزمونا
تعرف ليش؟ لأنه ببساطة نحن الحق وهن الباطل صدقني. والله كلامك مزبوط، بإذن الله ما رح يهزمونا. ما رح يهزمونا. ما رح يهزمونا. عبد الله اللي عندك طلب، معلش تحرس بدالي شوي لبين ما أصلي وأرجع. الله يحميكم. الله، برافو عليكم. الله، برافو.